معقولة ده كلام ما يخشش دماغ عيل صغير؟ ما أنا بيني وبينك مش مصدق الكلام ده برضو قوي، بس الغريبة إن أبويا مطمن له. معقولة العيلة دي تقع في بعض بالسرعة دي؟ هو من ناحية يقعوا في بعض فهم يقعوا في بعض وياكلوا بعض عشان خاطر قرش زيادة. أنا متأكد إن أبو سنة جه عشان يضمن له دور في اللعبة بعد ما خميس اداله كتفه وخرجه من الملعب. ده معقول يا براء؟ انت مزاجك يعني اليومين دول مش قد كده، مش عاجبني. بس انت عاجبني، طول عمرك عاجبني. ما انت جوزي يا براء، الشيطان اللي كان بيني وبينك راح خلاص لحاله. لما حسيت ان انت صادق وعايز تاخد طرف اخوك بجد كبرت في عيني قوي ودخلت قلبي وبقيت فوق راسي. ايه؟ انتي كويسة؟ كويسة؟ يعني ما جبلكيش دكتور ولا حاجة؟ قلبي يا مطرة، أنا كان نفسي أسمع منك الكلام ده من زمان، من زمان أوي يا مطرة. بس أنت يا مطرة أصلك كنت منشفة عليا أوي أوي. إنما ما قلتليش هو أبو سنة ده يعني كان جاي يرمي بياضه ولا كان بيقول كلام قالش كده؟ أبو سنة مين؟ أبو سنة اللي كنت بتحكيلي عليه. أبو سنة؟ لا طبعا كلام بجد، ده شكله وهو جاي زي ما يكون واقع من 17. ازاي ده جاب لنا مصارين افندينا من جوه، قال لنا على كل حاجه، ولسه هيقول لنا على كل دخاني الخميس وكل مخازنه، هيجيب لنا دهاليزه كلها. ده غير الخبطه الكبيره محضرها له الخميس. خبطة ايه؟ أبو سنة هيرس أبويا على الحوار كله وهيتقسموا مع بعض، هما اتفقوا على كده. أما مطر لو الخبطة دي تمت هتبقى ضربة قطم وسط بصحيح. والكابوس اللي على صدرنا ينزاح، وساعتها مطره